إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا، شو ممكن يكونوا أبراجنا مخبيرنا لليوم؟ خلينا نكتشف سوا بفقرة جديدة من الأبراج عبر إذاعة إم راديو على 105.5 FM. البداية مع برج الحمل. اليوم مناسب جداً لمراجعة بعض الخطوات والتعامل مع أي تفاصيل دقيقة أو مشكلة كبيرة. لديك الرغبة في مساعدة شخص ما خارج أفراد أسرتك. مهنياً، الأزمة المالية التي تعرضت لها الفترة الماضية جعلتك تتعلم درساً لن تنساه. عاطفياً، قد ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الوقت. صحياً برج الحمل، النشاط الترفيهي مطلوب وضروري وخصوصاً بعد ساعات العمل الطويلة. منكمل مع برج الثور. ينتقل فينوس إلى برج الأسد فيسمح لك بمعالجة بعض الشؤون العالقة، وتسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل. مهنياً، أجواء دقيقة ومربكة هذا اليوم إلى جانب بعض المصاعب في العمل، إلا أن ذلك مؤقت. عاطفياً، قد يضع الشريك اليوم شروطاً جديدة أمامك ويجعلك مضطرباً قليلاً. صحياً برج الثور، قد تكون على استعداد لتغيير أسلوب حياتك للحفاظ على صحتك. عزيزي برج الجوزاء، يبدو أن أقرب الأشخاص إلى قلبك يحاولون اليوم التشاجر معك بطريقة مفاجئة. ستلاحظ أنهم يتصرفون معك بأنانية شديدة. مهنياً، تتلقى خبراً جيداً يتعلق بموافقة أو تسهيل مرور، وربما تتاح لك فرصة للاستثمار، فكن مستعداً لخوض تجارب جديدة. عاطفياً، لحسن الحظ إن فينوس يدعمك ويتحدث عن علاقات جيدة، شرط أن تتشبث برأيك أو تفرض توجهاتك من دون حوار ونقاش. صحياً برج الجوزاء، خفف من كثرة المطالعة ومشاهدة التلفزيون أو الجلوس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة. منكمل مع برج السرطان. وضعك اليوم غير مستقر خاصة في محيط أسرتك. تحاول أن تركز على بعض القضايا والمشاكل الشخصية. توقع زيارة أحد الأشخاص لك هذا المساء لمساعدتك. لا ترفض هذه المساعدة لأنك في الحقيقة ستكون بحاجة إليها. مهنياً، اجلس بمفردك اليوم لكي تستطيع التفكير بهدوء في عقود العمل الجديدة. عاطفياً أيها السرطان، يوم رومانسي مليء بالعذوبة الكبيرة والمغامرات والاتصالات والمفاجآت السارة جداً. صحياً برج السرطان، مارس بين الحين والآخر نشاطات متنوعة تعود عليك بالفائدة. ننتقل لبرج الأسد. ربما تنقلب الأمور اليوم رأساً على عقب، فكل خطواتك التي كنت تتوقعها ستكون بداية طريق النجاح، ربما تجعلك تقع في مشاكل. مهنياً، لا تتشبث بآرائك بل ناقشها مع الزملاء أيها الأسد، فرصة عمل جديدة في طريقها إليك. عاطفياً، تقضي هذا اليوم أوقاتاً طيبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه المستقبلية ويطلب منك الوقوف بجانبه. صحياً برج الأسد، خفف من الأعمال المرهقة لأعصابك علماً أنك لست مرغماً على القيام بها.
منكمل مع برج العذراء. أحياناً قد يكون من الصعب جداً أن تؤمن بشيء ما إلا إذا رأيته عن قرب. تحاول اليوم فهم بعض النقاط الغامضة في قضية ما، وربما تشك في معتقداتك وأفكارك. مهنياً، تكثر حولك الصداقات وقد تشارك في مناسبات عملية كبيرة وتفرح لنجاح الزملاء. عاطفياً، يعدك هذا اليوم بأجمل الأوقات العاطفية الجميلة وبفترات من المتعة والتسلية مع الشريك. صحياً برج العذراء، تألقك ورشاقتك سببهما الرياضة التي تزيدك جاذبية وروعة. من تابع مع توقعات برج الميزان لليوم. خلافاتك مع بعض الأشخاص أو مع أفراد أسرتك قد تسبب لك الارتباك وقد تؤذي مشاعرك. التواصل والتفاهم واحترام وجهات النظر من أهم الأمور اليوم حتى تتفادى حدوث أي مشاكل أو خلافات. مهنياً، حاول أن تكون أكثر التزاماً في عملك أيها الميزان، ويستحسن أن تنفذ المهام المطلوبة منك فقط. عاطفياً، مزاجك المتقلب يسبب لك مزيداً من المواجهات مع الشريك، فكن هادئاً لترتاح أكثر. صحياً برج الميزان، تحتاج إلى مزيد من ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على مستوى لياقتك البدنية، وهناك نصائح مهمة عليك التزامها للحفاظ على وزنك. منكمل مع برج العقرب. لديك اليوم عدد من الأفكار التي تستطيع توظيفها في بعض المشاريع الفنية، ولكنك لست مستعداً للقيام بأي شيء. تشعر بالخمول والكسل، ولذلك ربما تخسر فرصاً عديدة. مهنياً، تتعزز عائداتك فتميل إلى الصرف والتبذير في أغلب الأحيان. عاطفياً، تضطر إلى تغيير مكان إقامتك أو إلى ترك منزلك مؤقتاً ومواجهة بعض الأمزجة المتعكرة حولك. صحياً برج العقرب، أنت قوي الإرادة في حال صممت على اتخاذ قرار يتعلق بوضعك الصحي. منكمل مع برج التاسع، برج القوس. اليوم تحتاج إلى المزيد من ضبط النفس حتى تصل إلى أهدافك. لا تسمح للفشل أن يجعلك تشك في قدرتك على النجاح. مهنياً، تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ. استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص. عاطفياً، يدخل فينوس برج الدلو ليشكل طالعاً جيداً مع جوبيتر في برجك، ما قد يعني لك الكثير ابتداءً من اليوم. صحياً برج القوس، اعتبر الحلويات حين تنظر إليها كأنها آفة تسبب لك مصائب أنت بغنى عنها، لكي تبقى إلى جانب العائلة المحتاجة إليك اليوم. عزيزي برج الجدي، لا تتخذ قراراً وأنت في حالة غضب أو حزن شديد. اتخاذك لأي قرار اليوم قد يجعلك تندم عليه خلال الفترة القادمة. مهنياً، لا تركز على عمل واحد، بل انتبه إلى جميع أعمالك وخصوصاً التفاصيل. عاطفياً، توقع فرصاً جديدة ونجاحاً وتطورات ممتازة وأحلاماً رومانسية وعلاقات مميزة جداً. صحياً برج الجدي، مارس بعض الأنشطة الرياضية حتى تتخلص من الضغط وتصفي ذهنك. ننتقل لبرج الدلو. علاقتك بالأصدقاء والأسرة قد تتحسن اليوم،
ستكون قادراً على فهم من حولك أكثر من المعتاد بفضل التفاهم والاحترام المتبادل بينكما. مهنياً، فينوس في برجك يفتح أمامك أبواباً للتحرر من بعض الضغوط أو يتيح لك فرصة لها علاقة بعمل قديم. عاطفياً، الوحدة سلاح قاتل، لكنك ستتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء وستظهر النتائج سريعاً. صحياً، برج الدلو، تتخلص من ضغوط تركت فيك أثراً انعكس سلباً على وضعك الصحي. وصلنا لبرج الأخير، برج الحوت. قدرتك على فهم من حولك تزداد اليوم شيئاً فشيء، فاستغل هذه الفرصة وعبر عن مشاعرك لأقرب الأشخاص إليك. مهنياً، قد تمر بتجارب قاسية بحيث يكون اليوم فارغاً من الحصانة ومخيباً للأمال، وتبدو متوتراً ولا تحسن الاختيار. عاطفياً، مرحلة عاطفية مربكة أو غير واضحة تتميز بالضبابية والغموض وربما بالميل إلى حب قديم. صحياً، برج الحوت، لا تتكاسل عن الاهتمام بجسمك والانشغال بأمور كثيرة تبعدك عن ممارسة الرياضة. مستمعينا، هذه كانت كل توقعاتنا لليوم من عالم الفلك. دايما تابعوني عبر إذاعة أمراديو على 105.5 FM.